والكره تيتهز فيا تيبدا يزدح عليا البيبان. واخا حنا غادي نبداو السي هشام. اذا كنتواجدوا معكم مباشره من مدينه سنه مشاهدينا الكرام بوفقه السيد هشام واب لطفلتين جوج بنيات. شنو غادي نقول لك تعاودي قصتك كلها؟ شحال في عمرك؟ عمري 45 عام. 45 سنة؟ اه. عندك جوج بنيات؟ عندي جوج بنيات. شحال عمرهم؟ وحده عندها 18 عام وحده عندها دابا داخله ب 8 سنين. ما شاء الله تيقراو بجوج. تيقراو بجوج. يلا عاودي قصتك، انت هو المعين ديال الاسره. وانا هو المعين ديال الاسره، الاخت انا كنت خدام في واحد الشركه. نعم. موزع. وش نقول لكم جوج قصايد. القصايد اللي درتي الحوادث اللي درتي فاش؟ اول حادثه. اول حادثه بالتريبورتور. يلا السبت من لاسورونس ديال التريبورتور. فهمتيني نظرا حيت تيقولوا لي انت ما تتبيعش تشري مع... انت تاهي تتبيع وتشري معانا. نعم. انت ماشي ما خدامش معانا. ايوا دوزتها بجغيمة الماء وما كاين مشكل. عاود واحد القصيده وخد اخرى قبل كورونا، قبل كورونا بشهر. نعم. لعب بيا الموتور، تقلب بيا الموتور، ضربت صدري مع البوطو ديال الضو، طاح عليا الموتور على رجليا، هزوه الناس فوق رجليا. قلت ماشي مشكل، بقيت تنداوي شي شويه تنداوي شي شويه ما كاين مشكل. قلت راه نوض نخدم ما بقاش حاضي الطبيب. بقيت خدام بديك الرجل هكاك واخا مريض بيا. في 2022 خارج من الدار غادي، درت مع الزنقه زلقت تهرت من الفخذ ديالي صدق داخل السبيطار. درت جوج عمليات، وحده على الركبه وحده والفخذ درت فيه الحديد. درتي الحديد؟ اه داير الحديد في الفخذ وعندي واحد العمليه في الركبه. ايوا يا هذيك انا كنت نتسنى زعما كاين باش نبرا ونرجع نخدم. ساعة الناس ما داروا معايا حتى شي حل، جابوا واحد في بلاصتي وخدموه وتيخلصوه وانا تيعطوني السلعه وتيقول لي سير تبيع وتشري وراك تاخذ الارباح ديالك. شحال من عام وانت خدام في هاد الشركه؟ تقريبا شي ما بين 12 عام 13 عام. و 12 سنه. 13 سنه. وفي القريه راه الحوانت كاملين تعرفوني بانني شكون انا. انا عارفيني شكون انا، اللي سولتيو عليا في القريه يقول لك شكون انا، كبير وصغير تعرفني. عارفين فين كنت خدام. خدام وعارفيني شنو كنت خدام. نعم. فهمتيني؟ واش نقول لك انا تنطالب من هاد الناس يديروا معايا شي حل وصافي، هذا الشيء اللي تنطالب منه. ما داروا معايا حتى شي حل. ما داروا معايا حتى شي حل. ما عطاوك لا مثلا. ما قالوا لي زعما كنا بخيريه من يقول لي انت راك خدمتي معنا هكا واحد البركه سير دابا انت عييتي وهادي وهادي. ما داروا معايا حتى شي حل. دابا انا ونزيدكم واحد القضيه، واحد الموتور ديالهم كان عندي. نعم. ديالهم تريبورتور. تريبورتور كان عيط جا عندي واحد خينا خدام معايا لا ذكر باسمه. نعم. فهمتيني جا خدام معايا. نعم. خدام معايا قال لي ارى لي الورق الموتور. قلت له ما نعطيكش. ما نعطيكش ماشي انت. بقى عليا واحد الشاب عطيه الورق. قلت له لا، قلت له خصك انت تجي عندي شخصيا باش نعطيك الورق. نعم. باش نسلمك. ما بغاش. اضطريت انا قصدت واحد المحامي قلت له اشنو اشنو؟ قال لي دي لهم وراقهم باش ما يقولكش راك مستغل لهم الموتور. برافو مزيان. مشيت انا عند البوزيتور اللي دايرين هما البوزيتور ديالهم. قلت له ها الكارت كريز ديالكم، راه موتوركم في الباركينغ، اجي وديوه. بقى هذه دابا تقريبا 3 سنين هو الموتور. صدقات الماكينه تحيدات. هي البارح انا قلت لفلان الشاف وقلت لديك البوزيتور قلت له اجي وديو ديك الموتور ديالكم واش بغيتي يبقى عريان هكاك. ريكلاميتي بعد. ريكلامي ديما عندي اوديوات هنا واني ديك الاوديوات ما تيتقراو لياش دابا وليت عاد تنحاول. قلت له اجي وديو ديك الموتور ديالكم اخويا قبل ما يبقى فيه بقى فيه الكادر. بقى فيه الكادر. فهمتيني الاخت؟ بقى فيه الكادر. وصدق انا محمل المسؤوليه ديالي وتقولوا لي درتي وتقلبوا لي على كل شيء. وقلت لهم انا بركه عليا يا المرض ديالي انا. برافو انك حتى انك ريكلاميت استفدت. وماشي ريكلاميت 100000 خطره تنقول لهم اجي وديو ديك الموتور ديالكم. ولهذا اختي انا هاد الناس انا ما فهمتهمش اختي. انا كنت ناوي منهم زعما كاين غير الخير. حاجه وحده اللي خسروا عليا ما نكرش الخير. داوني داروا لي الحديد. أيه. وداروا لي واحد العمليه في الركبه مولاي عبد الله. وبقيت تنعاني الازمه ديال الكرا، الازمه ديال هادي،
مول كرتي بدا يزدح عليا الباب، الباب ار عليا فلوسي. شحال كاري؟ كاري ب 28000 ريال، وتديني 5000 ريال ديال الماء والضو، وتبقى يزدح عليا الباب، وبناتي تيدخل وتبقى يبكيو. والعيد على الابواب. والعيد على الابواب، وين يا اختي؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، حنا تنحمد الله ونشكره. هادشي اللي عندي اختي، انا شنو نقول لك؟ انا راه هاد الساعه عايش واحد الظروف قاسيه، درجة ولي تنطلب كاع، تنطلب بنادم تنقول له راه لي 100 ريال، راه لي 1000 فرنك، راه لي باش نعاون الوقت، نبقى انا هاك باش نعاون الوقت اختي، فهمتيني ولا ما فهمتيني؟ والحمد لله والشكر لله. يعني هاد العمل اللي كنتي خدام هو اللي كتسترزق منه الله، من الحديثة صافي. صافي دابا 3 سنين. 3 سنين؟ اه، من 2022. وانت جالس بلا خدمة؟ اه جالس بلا خدمة. درت واحد الكروسة ما صدقات ليا اختي، تنصور 600 600، واش غادي نشيطها للكرا ولا غادي نوكلها للدراري ولا اش غادي ندير؟ وجوج ديال البنيات، وجوج بنيتات ومصاريف ديالهم، واش انا نعول على مراتي تخدم عليا ولا على شي واحد؟ انا هو الراجل اللي خصني نخدم. انا دابا حاليا كنلقيت شي خدمة، هي شي عساس ولا شي حاجة، كنمشي تخشيت فيها. يعني الا جاتك شي خدمة عساس تخدم؟ انا نخدم عساس، نخدم عساس على مالي، الا جاتني خدمة. انت معايا على الهواء مباشرة، وجهني لهاد، فهمتيني؟ واش نقول لكم؟ انا تنطلب هاد الناس اللي تيتابعوني، الا كان في استطاعتهم يوقفوا معايا ويساعدوني، هادشي اللي تنطالب انا. معنا الابنة ديالهم سكينة جالسة تما، بنوسة عندها 8 سنين، هي غزالة ما شاء الله. وحتى نداء نعاود نوجهو لهاد الشركة هادو، يعني على الأقل كنتو تعوضوا هاد السيد هذا غير واحد التعويض مادي، يعاون بيع الزمان، يعني يدير به شي بيعة وشرية، ولا ما عطاوك والو؟ ما عطاوني والو، والنظرة كنت نمشي وتندير ليسانس مجيبي، كلشي من عندك، وكلشي مجيبي، حاجة وحدة لا خسر الموتور تيصلحوه هما. نعم، هادشي اللي كاين أختي. شحال الرقم ديالك؟ قول الرقم. الرقم ديالي 06. نعم. 71. نعم. 63. نعم. 60. 66. أنا نعاودو. نعم. 06. نعم. 71. 63. 60. 66. أنا تنطلب من هاد الناس يتفاهموا معايا حبيا، يجيو عندي حبيا يتفاهموا معايا، أنا تنطلب منهم حتى شي حاجة. أنا يديو الموتور ديالهم، ويجيو يديو الموتور ديالهم. أنا راه مازال أنا باش ما يحملوا ليش واحد المسؤولية على ظهري. قلتها على الهواء، حتى لا بغاو يديروا شي حاجة. الفيديو ديالك انت كتريكلامي. انا 3 سنين وانا تريكلامي، انا 3 سنين باش ما نوقعش شي مشكل. انا اب ديال جوج البنات، وصدق انا بشي مشكل برك عليا صحتي. ها انتم العكاز ديالي، انا واقف حداكم كاع، شوفوا حالتي كي داير. واش انا زعما كاين انا هاد الناس اللي خدمت معاهم 13 عام والتعامل من الحوادي وما داروش بحساب هادشي، يقولوا حشومه هاد السيد راه عنده جوج بنيتات وهادي، يجيو لعندي ويقولوا لي واه هكا فلان، وتمشي لعند البوزيتور مصرف معايا يا الخير. الصراحه تقال لا داك الذكرى باسم مصرف معايا الخير، خطره تمشي لعندو تيدور معايا داكشي اللي قسم الله، تنقول له هضر لي مع الشاب، تيقول لي واه تنهضر معاه تيقول لي لا هادي ما فهمتوش. واحد النهار جيت عند حدا واحد من الحانوت قال لي مالك هادي، قلت له انت تشوف راه ساسوني وهادي ناض واحد السيد واحد اخر خدام معانا وصلها للشاب، وهضرت معاه قلت له خويا فلان عاوننا الله يجازيك بخير، قال لي غادي تقول للناس راه جراو عليا وكنتي خدام معانا، فين كنتي انت عمرك كنتي خدام معانا كاع؟ قال لي كان عندك الوراق غادي تزهقنا كرا تابعتينا. وانا نظرا الغلط ديالهم هما اللي كيخدموا الناس بلا وراق، نظرا علاش انا الظروف ديالهم، ملي تنهضر معاهم تنقول لهم علاش تجيبوا شي واحد، علاش تجيبوا شي واحد تتخدموا وتتخلصوا وتعطيو فلوس، وانا تتعطوني السلعه تندير منها ليسانس وهذه، وشحال تنصور انا كاع 60 درهم 70 درهم هادشي اللي تنصور، تنخلص منها الكرا، ورغم ذلك تناكل ونشرب وتنحمد الله، تنقول ما كاين مشكل الحمد لله. وهاد الناس شنقول لك انا ما شاء الله السرقه ديالك تلقى واحد الصدى، وتلقى كاينين القلوب الرحيمه، كاينين تنتمنى من القلوب الرحيمه توقف معايا القلوب الرحيمه، والشركه تنطلب منا حاجه وحده، وما يتفاهموا يجيو لعندي يتفاهموا معايا حبيا انا باش نقول لهم شنو كاين. وشي واخا طلقت هذا الفيديو
غادي يجيو لعندي وغادي يقول لي طلقتي الفيديو ودرتي وفعلت. انت من حقك انت ما كديرش شي حاجه اللي خارج، وانا تندير شي حاجه. انت كتوجه نداء انساني، نداء انساني، وتنطلب اطار القانون معني وتنطلب عاود من المحسنين، خصهم يخافوا من الله يعطوك رزقك. وتنطلب عاود من الله المحسنين يوقفوا معايا. انا دابا ملكر دابا هو، ورغم ذلك ملكر ما تيسني حتى ريال، وتيجي وتيقول لي خروج من الباب، خروج. انت تدخل 12 الليل تتخبى علينا، انت منطق تماك، اشنو هذه هضره؟ ويغوت عليا وتيدفعني، تيدفعني كاع، تيدفعني ودفعني وطيح لي التليفون ديالي، فهمتيني؟ انا راه تنقول لي كاين اختي، انا تنقول ديك الشيء اللي في قلبي، حيت ما قدرت ندير معاه والو، حيت تنشوف حتى تنعيا تنقول هذاك رزقه، وين الا بغى رزقه؟ بالادب والصواب، ماشي يبدا يقول لي لا ارى لي ارى لي هذه. سالت لك بعدا دابا لا والو، ما دابا هذا الشهر، هذا الشهر اللي خرج دابا، دابا يومين ولا بقات يومين في الشهر، غادي يقول لي فلوسي الا ما عطيتهم مش غادي يحيح عليا. لا ما عندوش الحق يحيح عليا، حيح عليا وبدا يفرع عليا الباب. ولكن بالادب ماشي بالقوه. تنقول له يصبر عليا الشرب، تيبدا يقول لي فوقاش، تنقول له يصبر عليا وجدو نعطيهم لك. تمشي عند الخوت، تمشي عند الحباب، هادي توقفوا معايا هما اللي تيديبانيوني صافي. سي هشام الله يفرجها عليك. امين. معايا على الهواء مباشره. شكرا. نتمنى ان النداء ديالك يوصل خصوصا للشركه اللي كنتي مستخدم فيها، ويتقوا الله. ولهم اقول اتقوا يوما تعودون فيه الى الله. مع السلامه.